أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في فقرة جديدة من فقرات كلام ودي. أخواننا المسلمين يعتقدون أنهم يعرفون السيد المسيح عز المعرفة، يعرفونه ويعرفون أمه وتلاميذه ويعرفون كل شيء عنه، يعرفون حتى أكثر من المسيحيين أنفسهم، لأنهم أصلا أتباع الحقيقيين مش النصارى الضالين المضلين، وإنهم المؤمنين به وبرسالته والمناصرين له والمدافعين عنه. فالمسيح في الإسلام مجرد إنسان، نبي كريم مؤيد بالروح القدس، جاء للعالم بمعجزة، مولود بدون أب من عذراء اسمها مريم. كلم اليهود وهو لسه في المهد وقال لهم إن عبد الله ورسوله، وإنه جاي يحل لهم بعض المحرمات ويبشرهم بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد. وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام ويمشون في الأسواق، وإن كل إنسان مسه الشيطان إلا المسيح، وكان يحيي الموتى ويشفي المرضى ويعلم الغيب ويطهر الأبرص ويخلق من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا، وكل هذا بإذن الله. وكان معاه 12 تلميذ اسمهم الحواريين. تآمروا عليه اليهود وحاولوا صلبه، لكن الله نجاه منهم وألقى صورته على واحد من التلاميذ اختار يفتدي المسيح بنفسه. وفي قصة ثانية أن الشبه ألقي على التلميذ الخاين اللي وشب السيد المسيح عند اليهود، فالله رفعه ونجاه، لكنه بينزل في آخر الزمان ويذوق الموت حال كل البشر. وكذا خلصت القصة، وهذا كل شيء، وهذا اللي يعرف الإسلام عن السيد المسيح. يعرفونه لكنهم يجهلون حياته تماما، يعرفونه وما يعرفون كلمة واحدة من كلامه، يعرفونه ويجهلون كل تعاليمه ووصاياه، يعرفون تلاميذه ويجهلون كل شيء عنهم، حتى أسماءهم يجهلونها. يقولون عنه كان يمشي في الأسواق وهو عمره لا ملك درهم ولا دينار، ومع إنه جاي يحل اليهود بعض المحرمات ويبشرهم بنبي جديد والمتوقع منهم يحبونه ويفرحون فيه، نشوفهم بالعكس يكرهونه ويطالبون بصلبه. لكن الله تدخل وحل الأزمة بحكمة إلهية عجيبة راضى فيها جميع الأطراف، فترك اليهود يصلبونه لكنهم في نفس الوقت ما صلبوه، ومات لكنه في نفس الوقت ما مات. وكذا طلع الكل سعيد وراضي، وكمل الله الناقص ورفع المسيح بعد صلبه وأخفاه مباشرة عن اليهود، وكذا تأكدوا اليهود إنه مات فعلا. ومع إن الله قادر ينقذ نبيه بكل قوة وكرامة وبدون لا لف ولا دوران، إلا أننا نشوف اختار أسلوب المكر والخديعة في إنقاذ نبيه من الصلب لحكمة لا يعلمها إلا الله وحده، واللي ما له تفسير أبدا. إن الله بعث نبي بمعجزات خارقة للطبيعة والقانون البشري، معجزات مستحيل تتكرر في العالم، مستحيل تتكرر في العالم مرة ثانية أبدا. مولود بدون أب، تكلم في المهد، تحكم في الروح، يأمر الطبيعة، يخلق، يحيي، يشفي، يعلم الغيب، يعلم الرزق وأحوال الناس، بل كان هو في حد ذاته معجزة متحركة. وكل ذا الزحمة بس عشان يحل بعض المحرمات ويبشر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد. يعني يا ناس، هل كان ذا الأمر البسيط يستحق من الله كل ذا الآيات والمعجزات؟ إذا كان النبي موسى هزم فرعون وكل جيش بعصاه، فهل كان المسيح يحتاج لكل ذا القوات والمعجزات عشان يحلل بعض المحرمات؟ هذا اللي تعرفونه عن السيد المسيح، جاي يبشر عند اليهود في القدس بنبي بيطلع بعد 600 سنة، وين؟ عند العرب في مكة. يعني الله ضيع وقته مع ناس غلط وفي مكان غلط، ويمدي الناس نسيت ذا السالفة.
طيب كان أولى تعطي كل ذي الآيات والمعجزات للنبي الجديد نفسه، بدل ما كانت الناس تطالبه بآية وما كان عنده. يعني الله باعث آخر نبي عنده بآخر رسالة للبشر، الخير أمة أخرجت للناس بدون أي معجزات أو آيات تذكر. الله خلى كل المعجزات للمسيح واللي بعده ما لهم أي شيء. معقول يكون المسيح المرسول أقوى وأقدس من الرسول نفسه؟ هل فعلا تعتقدون أن هذه كانت رسالة السيد المسيح لكم؟ هل إحنا وإنتوا نعرف ونتكلم عن الشخص نفسه؟ هل توقفتوا فعلا عند حياة السيد المسيح أو مريتوا عليها مرور الكرام؟ ما دريتوا أن المسيح يحبكم؟ ما دريتوا أن حياة المسيح كانت خط فاصل بين كل ما قبلها وكل ما بعدها؟ فبعد عمل المسيح فيه نقطة وتوقف. المسيح ما جل العالم بكل ذا الآيات عشان نمر على حياته مرور الكرام ونمشي متوهمين أن احنا توقفنا، لكن عشان نوقف عندها ونتأمل فيها ونتعلم منها. المسيح أكبر بكثير جدا من كونه مجرد نبي أو رسول، والمسيحية أكبر جدا من كونها مجرد دين يدعي إن لله ابن. المسيح التزام محبة وعطاء تجاه الغير، والمسيحية منهج سلام وتعهد صريح للطهارة النفس والروح. اليهود صلبوا المسيح في الماضي لأنهم رفضوه، واليوم أنتوا تصلبونا مرة ثانية بجهلكم به وبرسالته. مش احترامك لسيد المسيح أنك تعتبر نبي وتشوف نفسك متفضل عليه، احترامك له أنك تتعرف عليه وعلى شخصيته وتفهم رسالته لك. في يوم من الأيام كنت مثلكم، أعتقد أني أعرفه وطلعت أجهله تماما، لكن يوم عرفته انبهرت بشخصيته وحياته وتعاليمه وأهدافه، شدتني محبته وعطتني حياة أبدية. واليوم أدعوكم أنتوا أيضا تتعرفون عليه وعلى شخصيته وعلى تعاليمه وحياته. اعرفوا بشارته الحقيقية لكم، وأكيد بتلقون فيه راحة لنفوسكم. وفي الأخير أحبائي، تحياتي القلبية لكم وتمنياتي الكبيرة تعيشون أحرار، وأشوفكم سعيدين ومقتنعين وفاهمين وعارفين رسالة السيد المسيح لكم، ودمتم بخير وفي أمان الله.